بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم في هذا اللقاء المجلس. هذا برنامج المجلس، ويعطيكم ألف عافية، وأنا جد لي الشرف أن أكون في هذا المجلس. أشكرك. جزاك الله خير. الله يسلمك. الشرف لنا. جزاك الله خير. السلام يا باي. الله يسلمك. وشلونك؟ الحمد لله. بشرني عنك. الحمد لله طيب. متى وصلت؟ أول أمس. والله أول أمس وصلت. زين، ترى كنت محبوب في الكويت ها؟ والله أنا أحب أهل الكويت، وهذه بلادي الثانية، أنا بين أهلي وناسي. متنوك أهل الكويت من أكلهم الحلو. بالعكس. ها؟ بالعافية. اليوم رحت الملعب؟ إي والله رحت الملعب. أوكي، مبروك الفوز. الله يبارك فيك ويسلمك. شفت المباراة من البداية؟ إي نعم. إيش رأيك في مستوانا زين؟ والله يعني المنتخب القطري بذل جهد كبير. أيوة. يعطيهم العافية وبيضوا الوجه. الحمد لله. ورفعوا روسنا. الحمد لله، وانت بعد رافع راسك. جزاك الله خير. الله يسلمك. ومن اللي عجبك من اللعيبه اليوم؟ هيدوس. هيدوس واكرام اللي جاب الجول. واكرام. السلام. كلهم. وكلهم والله يعني كلهم لعبوا زين والله. الحمد لله. دفاع، حرس، حارس. عادي عادي عادي. كيف يفايد؟ حرس. عدل عدل. كله من احمد الرواس. الهجوم. كلهم يعني بذلوا جهد كبير ويعطيهم العافيه على جهودهم الطيبه يعني. ونقول حق اليمن؟ يعني نقول حق المنتخب اليمني هارد لك، واتمنى له التوفيق في بطولة كاس خليج 23 ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اهم شيء انك جيتنا. الله يسلمك. بالعكس لي الشرف اني اكون موجود بيك. واحنا نتشرف فيك. يعطيكم العافيه. زين، علمني وين تبي تغامر انت الحين؟ وين تبي تروح؟ وش مغامرتك الجايه؟ مغامره؟ ايه؟ والله كان اني على اساس اتسلق جبل كليمنجارو 6000 متر، لكن بسبب عمليتي الجراحيه تم تاجيل موعد. مو على شر يا رب ان شاء الله، وان شاء الله تنجح العمليه يا رب. والله اللهم لك الحمد، انتظر نجاح العمليه، ويعني وان شاء الله لي مراجعه قريبه ان شاء الله قريبه. واسمحوا لي من خلال هالمنبر اشكر سيدي سمو امير البلاد المفدى شيخ تميم بن حمد الثاني، ربي حفظه ويطول في عمره، على اهتمامه ورعايته لي قبل واثناء وبعد العمليه. واحب اشكر ايضا الشعب القطري الكريم وجميع القائمين على هذه الأرض الطيبة، وكل الشعوب الخليجية والعربية بالسؤال عني والاطمئنان على صحتي. يا أخي ليش أهل الخليج يحبونك أكثر منا كلنا؟ إذا الله حب الشخص الناس حبه. أيوة. والله وأنا أحبهم وايد. كلنا نحبك. الله يسلمك. وين رحت في الكويت؟ وين رحت في الكويت؟ والله وايد أماكن حلوة في الكويت. مروج. مروج شو اسمه المنطقة عندكم؟ مروج. مروج كله خربطان يا غانم في الاسم، شو اسمه؟ مروج. مروج. اي لا والله وايد أماكن حلوة في الكويت، وأكثر شيء يسعدني لما يعني أقابل جمهوري ويعني يدعوني لزيارتي في بيوتهم. الله. لكن يعني أنا أحاول قد ما أقدر ألبي هالشيء، لكن يعني للأسف إن أنا أكثر زياراتي تكون قصيرة. يعذرونك. إيه. اكيد بيعذرونك. اليوم رحت مروج حق قطر زون ها؟ اي نعم. اي وشلون الوضع كان هناك؟ ان شاء الله الجو. اي ولا اروع. ما شاء الله. ويعني انصح جميع يبون عيالهم، ما شاء الله في فعاليات وايد ممتعه، وبالعكس يتعلمون عن قطر وعن تراث وعادات تقاليد قطر. زين حلو. ما دخلت في خرعك. زين قول لي غانم، شفت ملعب الوكره؟ عجبك؟ أكيد. واحد يقول لي، ما أدري من قال لك، أنا أخوك يقول لي مساء أن ملعب الوكرة عجبك أكثر شيء لأنك أنت من الوكرة. إيه. صح؟ بصراحة كلهم. كلهم حلو. صراحة بدون مجاملة. حلو وايد أنا داري. وملعب الريان حلو. شفت ملعب إيه؟ البيت شيء مثل الخيمة. إيه مثل إيه الشهر. اللي في. اللي في الخور. في الخور إيه. وايد حلو ها؟ إيه. منطقة سيلي ما شفتها. منطقة سيلي. لا ليح ما شفناها. ما لنا. وعندنا الوكره والريان. والريان شفته. ايه الريان حلو. وبعد الخور واللي في القطر فانديشن. ايه ايه صح. ايه, ايه والخور اللي هو في راس ابو عبود الاخير. لا ما ايه راس ابو عبود. بلا بلا تمامه انا ما شفت تمامه. واظن ملعب اللي في الوكره يكفي 40,000 شخص. القحفيه ها؟ قحفيه الوكره؟ قحفيه في راس ابو عبود. راس ابو عبود. ايه. بس والله فكره حلوه. تمام يعطيهم العافيه. شوف قحفيتك. زين غانم، شو تقول حق الخليجيين؟ احبكم وايد. وين يحبون؟ جزاك الله خير. واي نادي تشجع في الدوحه؟ في قطر؟ السد. لا لا تقول لي انا، انا ماني خصانه، انت قول حق اللي على يسارك.
قول حق بابا مايد ولا ينام يشجع السد جواله حمر نادي السد وانا من المفتاح وجوالك احمر هاي العربي العربي نادي السد انا سد المفتاح كلهم يشجعون العربي لا 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 بلشنا بالتاليف ها شوف المفتاح من يوم ما استوى يشجعون الوكره جواله احمر اكو لا جوالك احمر يا غانم الكرة فن وذوق اخلاق واللي اكتسب هالامور هو يستحق الفوز وانا اشجعك كلهم يستحقون والعنابي يستحق الله يسلمك وانت تستحق بعد الله يسلمك شي مرتاح؟ ايه زين ما هو بتروحوا الكويت بعد؟ عندكم كذا بتروحها في بالك؟ بتروح والله وايد في اماكن لكن رحته؟ كم يوم؟ كم يوم بتجلس؟ والله لين يوم الاثنين لكن انا بسبب يعني ارتباطي وظروفي الصحيه الله ما راح اقدر بس ان شاء الله راح اتابع المباريات ان شاء الله بتروح الملعب ولا خلاص مره واحده اساس مشاغلك هني بعد وايد لا ان شاء الله بروح بتروح بعد لازم يروح عشان وهي خير عليك انت هالشخصيتين قابلتهم اي نعم ايش يعني لك الله يعني كثير هذا سيد سمو ميميه تميم المجد اي وابونا صباح صح انت تستاهل المحبه والخير جزاك الله خير ما قصرت تستاهل يعطيكم العافيه تابع برنامج المجلس ولا ما تتابعه؟ والله يعني تبي الصج؟ لا يعني اتابع بعض الاوقات بعض الاوقات بس لان انا يعني حتى خاصه في قطر يعني المدرسه ارجع الساعه 4 اي طريق من الغرافه للوكره اوف اي ساعه؟ تكون زحمه اي هذا ساعه وارجع اسوي واجباتي بس خلص اليوم صدق عاد ان هذه الحلقه والتقديمه هذه احسن تقديمه حق برنامج المجلس اليوم جزاك الله خير احسن من 10 سنوات هاي العشر دقائق احسن تقديمه جزاك الله خير ما قصرت ابو قاسم خلاص ان شاء الله برويك شيء برويك شيء غانم ها برويك شيء برويك شيء برويك شيء غانم انت تسلقت قبل شمس صح؟ اي نعم 3000 متر خبرنا كيف؟ والله ما كان سهل صعب كان صعب وطبعا اكيد في ناس يعني ساعدوني ما قصروا حلو عمان؟ نعم حلو عمان؟ اكيد يا اخي كان بيقول لك بلادي الثانيه يا بيقول لك ان خالد جاسم ساعدني يا اخي تدري خذنا 8 ساعات نتسلق وعشان ننزل بعد 8 ساعات ما شاء الله انا خبرني ليش لازم مو بش النزله اسهل المفروض لا والله ترى بصراحه النزله كانت اصعب من اوف اصعب من الصعود لأن صار ظلام واحنا كن اظن طلعنا الصبح تسلقنا وصلنا للقمم طبعا اكيد ارتاحنا كذي اخذنا وقت يعني والنزله كانت يعني خاصه شوي قامت تظلم الدنيا يعني كنا ناخذ تمشون على مهلكم اي كنا نمشي على مهلكم كان في صعود ونزول صعود ونزول لما وصلنا القمم صار خالد معك انا شلون؟ كنت معه؟ أنا اللي معلمه سلام إن شاء الله في كليمنجارو حياك عمي وين حياك؟ تحس بطل أنا مثلك أنت بطل برد عاد برد مو برد مو برد يا أخي ها؟ مو برد عليكم؟ إيه بس متعودين شوفوا 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 هاي البطة بروكم يا أخي شغال عندك عبد الله؟ يلا 1 2 3 بعيد لكم اياه بعيد لكم اياه شوف 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 خلنا شوي خلنا نقول كذي تدرون من معاي بس لا تعلمون معاي قائد الإنسانية وأمير السلام اتشرف بزيارتك طال عمرك الله يعطيك الصحة والعافية لا تعلمون والله أنا شفته أكثر من مرة يحبك وايد هو ويعني ما شاء الله عليه دائما كلامه معاي أبوي وحنون ومتواضع ويحاول يعني يجمع ويلم الشعوب الخليجية تحت بشته علشان يحافظ على البيت الخليجي وعسى ربي يحفظه ويطول في عمره ويعطي الصحة والعافية أمير السلام والإنسانية وهذه يعني عوايده الله يحفظك جزاك الله خير
غانم انا تاني شفتك تو من فتره مكرمينك او شغله في الاردن. اي اقول فئه الشباب. اي فئه الشباب شفتك تو مو بعيد بعد. والله هذه جائزه لبلادي. الحمد لله جائزه باسمنا كلنا غانم. هي جائزه باسم قطر كلنا بس يمثلنا فيها غانم لانه هو هذا البطل هذا هذا ولدنا هو اللي دائما يعني انا اشوف بالنسبه لي انا اليوم كرمني ان جاء عندي. اي والله كلنا والله يا خالد كرمنا البطل يا اخي مستانس شكرا ما قصرت بين كل يوم تعال ايش عندك يوم الاثنين دايم رافع راسنا والله عقل الاختبارات والدراسه لا اي المجلس اهم ترى لا والله بسبب يعني انا ودي اهتم عشان يشتهر المجلس كل يوم تعال انا كل يوم تعال تفتح البرنامج قدم وروح وراك سوقي يا غانم كلام ابيض هذا ابو جاسم كلام ابيض ما يبوني لا بالعكس عمي عزيز وغالي عمي عزيز وغالي في تصويت في تصويت في تصويت مستمتعين احنا ترى غانم تجينا العراق ابشر اكيد ابشر نسوي لك دعوه ان شاء الله تستاهل والله تستاهل اهل العراق على عيني وراسي سلم راسك سلم راسك يا بطل الله يسلم وين اخوك راح؟ شوف المشجع العراقي شوف هذا تدري ان هاي اشهر مشجع عراقي وين ما يروح المنتخب العراقي يروح وراه شوفه ان شاء الله مهدي الكرخي شو اسمه اخوك شو اسمه اخوك احمد احمد ها ايه وين راح احمد وين راح قريب 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 بيجي قريب ان شاء الله شوف الصوره يحطها هذه حلوه الله يوريك الصحه والعافيه الله يعافيك مشجع نادي السد مو بيغيرونك نادي السد ها هاي يعني كلام بيني وبينك احنا مع بعض حد يدري لا تعلمون لا تعلمون وش سر هذه كلمة تعلمون والله لأن قبل يعني كنت أنقش وايد أماكن صح يعني أنا لطيفة فأنقش وايد أماكن فقلت أقول أتعلمون خلاص أتعلمون من لطيفة عندي اليوم البطل المغوار لا كل حد يعرف خلاص يعني كلنا نعرف خلاص تعلمون وفي السنة سلامتك والله عصير سلامتك طيب متعشى والله الحمد لله اي صف غانم ترحي انا اول ثانوي ما شاء الله عليك تبارك الله غانم ما يحب القطط ترى اي سي اس ما يحب القطط غانم انجلش لانجوج يعني تحب القطط غانم نعم القطط ايه تحبهم ايه تجمع اللي بالحاره في البيت والله انا عندي نفيشه نفيشه في داخل البيت وعندي طوى غير برا عيون لان اعطي كل يعني اعطيهم اكل الله يعطيك الصحة والعافية شوف أعرف معلوماتك كلها أنا بيك ترتاح تروح ترتاح تريح لأنك اليوم مشاوير كويت كانت رحت قطر زون في مروج رحت الملعب شجعت المنتخب وبعدين رحت أخذت لك لفة بعدين رحت مكان وقلت لا تعلمون ما أدري وين وبعدين جيت الميلة هنا عندنا أي الديوانية وحين تروح ترقد إن شاء الله صح اسمحوا لي يعني أقول رسالة يلا نبي رسائل مو رسالة نحتاج قبل لا أروح يعني هذا مو بس الجمهور ايضا للفوز المشاركة ولمتابعيني ايوه اطالع كمان أيوة. ان يعني بصراحة احنا في هذا التجمع الجميل في ارض المحبة والسلام ارض التسامح وارض ابونا الغالي الشيخ صباح احمد جابر الصباح اتمنى نبتعد من اي شيء ممكن يكدر هذا صفو هالتجمع وطبعا احب ابارك لمنتخب بلادي الغالي قطر بالفوز وايضا احب ابارك للمنتخب السعودي بالفوز وصدق ان المنتخب الكويتي خسر لكن الشعب الكويتي فاز في هذه البطوله كلها لانهم جمعونا يستاهلون جهودهم الطيبه يعطيكم العافيه وما قصرتوا وكنت سعيد ان اكون يعني في هذا المجلس الله يسلمك يعطيك العافيه والله قلت له احنا ما نقدر نقول مشكور الله يغفر علينا ان شاء الله اجمل رساله هذه جزاك الله خير اجمل رساله قصرت يعطيك العافيه الله يسلمك مشكور مشكور يا غانم جزاكم الله خير يشجع النادي العربي احمد السيد والمنتخب الاماراتي نسيته وحب ابارك ايضا المنتخب الاماراتي بالفوز واتمنى يعني التوفيق لكل المنتخبات المشاركه في بطوله كاس خليجي 23 وايضا اتمنى الفوز لمنتخب بلادي قطر وكفال الكاس ان شاء الله نرجع قطر بالكاس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دخلنا عندنا عشان ما تودونا تحضر النهائي والله ودي ان شاء الله انا اعطيك الكاس من الحين ان شاء الله تعال عطنا الكاس خلينا نصور معك عطنا الكاس خلينا نصور صوره يلا بس احنا شوي خلينا نشيل التليفونات هاي كم وزنه
وزنها يعني 3 كيلو 150 كيلو غانم. وزن الفيل. يلا صورة 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 صورة. لحظة شو أنا بصور حق سنابي. لحظة. صور حق سنابي غانم. لحظة حبيبي لحظة. تبي تصور سيلفي أنت ولا؟ إيه بصور سيلفي. لا شوف تقلدني عاد يا أخي. زين لحظة طالعني طالعني شوفها. انا بصور معك ايش اصور معك اوه عادي عادي مو بهذه يمكن تليفون ثاني هذه شفت شلون نغته هذا صوره وحده انا بصور سيلفي عادي لا هو يصور سيلفي لا غير سيلفي بعد واحده غير سيلفي يا اخي ما يبي رياش تبون في ماكو خلاص لا ان شاء الله انا معاك انا هات الكاس اطول مني يلا انا يعني انا ماسك الله الله وش صورة هذه؟ لا عاد ما يبين الكاس لا بين بين يلا مرة ثانية يلا قم قم يلا عط 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 عمك عادل يصورنا يلا اثنين الاثنين لا تقعد تطلع الارقام واسرار ركز عليها والكاس عادل بدي اطبق قرضه وشعيره يونس ها يربي قرضه وشعيره جاهز حلوه حلوه قاعد ابغى هي الجوال لا خلاص عادي هي القاعده الان ايه بدي اطبق قرضه وشعيره يربي بالميدان شلون العرباويين يحبونك تبي مني شيء حلو العرباويين تمني بشيء سلام تقصد شيء سلام سلام تبي نروح معك للجبل تتذكر ان شاء الله روح بروحك يا ولد ما شاء الله عليك انت ترى انشط من خالد لا العكس عاد غالي 200 متر ما يقدر يمشي ترى لا العكس شو اسمعي 200 متر انا 100 متر زين مني وصل خالد خالد ابي راح الاستاد اي راح اليوم مباراه منتخبنا ما شوف هزين 3-0 أربعة ها سهلون سهلون كافي شوفت اليوم شفناه والله إحنا مستعدين ما ترجع الدوحة لعقب البطولة لا بينها بينها ما تلنهي مبارياتنا كل مباراة دعوة حق النهاية إيش رأيك إن شاء الله إن شاء الله الله يسلمك هو معجب وايد بحسن هيدوس صح استعد شو أقول لك أنا عارفه غانم المفتاح مشكور جزاكم الله خير بالعكس هذا واجب انا احبك وايد جزاكم الله خير تحيه حق انا استاهل استاهل يعطيك العافيه ما قصرت استاهل استاهل مع السلامه تبي شيء لا فيش خالد هم يجونك هم يجونك خالد زين وش عندي الحين الله يسلمكم نسيت غانم نساني اي والله اي صدق اليوم في الكويت كان في فعاليات وايد في الكويت لكن من ضمن الفعاليات حفل ختام تعال 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 يراسل 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 تعال 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 ها ها الحين على الهواء احمد تعال هوا تعال تعال على الهواء تعال تعال شافوك خلاص شو تقول له احمد لا تعلم ما شاء الله احمد كبر ترى اي ترى احمد ترى احمد من النوع اللي يستحي ادريبه ليش تستحي احمد ها ايه تعال شوف نفسك الصورة حياك حياك ابرك الساعات يا احمد شوف التلفزيون انت صورتك حياك هلا احمد وش تبي تقول له عشان اقول له قول لي فدني انا بقول له فدني عشان الله يلا صورك لا عادي صورت خلاص يبي يصور اخوك عادي اوكي تعال بقول لك انا تعال لا تعلمون يلا التليفون عشان صار في اخوك اه هاي يبي الاحمر يبي الاحمر طبعا احمد رياني لا عشان كذي انا اقول النعم احمد شاشه سوداء والكبر احمر اوكي تبي اصور انا ولا هو لا انت تشتري لو سمحت يقول لك هو يقول ايه؟ يقول صور بس خالد جاسم لا تصور حد ثاني صاروخي ها صاروخي على صور فيديو صور فيديو الشاشه هذه والكاميرات عشان انا اصير مشهور
ناس يعرفون يا شو الله هنا خالد قل له لهنا ان شاء الله عندي حول زوم يحرق الفيديو ترى احنا مباشره الحين الصوره كلها صوبكم احنا ما في شيء برنامج المجلس برنامج المجلس وفي الكويت خليجي 23 في الكويت خليجي 23 يلا نعيد نعيد يلا احنا ترى في لايف يعني مباشر في برنامج المجلس برنامج المجلس في الكويت وما قصرت بيض الله وجهكم وجهك ابيض اشكرك اشكرك الله قلت تشجع الريان؟ ايه انا رياني من زمان؟ ايه من زمان من متى يعني؟ خمس سنين يعني غيروه كنت تشجع سد عقب حولوك الريان لا اصلا ترى ما اشوف كوره بس حلو زين مثلي انت انا وانت نفس الشيء يعني شجع الريان شوي العربي انا وانا مباراه شفتها انا وغانم جينا في الدنيا غانم جد الدنيا يشجع اسد والابيض ما ادري ليش بروحه لا غانم اول ما بدا العربي انت ربعك ريانين عشان تي ها وهو ربع سداويين صار سداوي لا تعلمون يلا الله يحفظكم ان شاء الله متى بتسافرون قلت لي غانم يوم الاثنين بالسلامة ان شاء الله بالسلامة ناخذ تقرير ولا اي كنا نتكلم عن المهرجان المسرحي في الكويت فعاليات قاعد تصير في الكويت وايد من ضمنها اليوم كان ختام المهرجان المسرحي في الكويت خلينا ناخذ نبذة سريعة يعني.